السلام عليكم ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق آدم والنخلة والعنب والرمانة من طينة واحدة. خلينا نشوف أحبائي المشاهدين شنو فوائد الرمان من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. عن زياد بن مروان القندي قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: من أكل رمانة يوم الجمعة، اللي يأكل رمانة يوم الجمعة على الريق، بشرط أن تكون على الريق، نورت قلبه 40 صباحا، 40 صباح وهو قلبه منور. فإن أكل رمانتين 80 يوما، فإن أكل 23 يوما، وطردت عنه وسوسة الشيطان، يعني بعد خلاص الشيطان ما يوسوس له، انتهت قضيته. ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله سبحانه وتعالى، ماكو عصيان لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يعص الله شنو؟ أدخل إلى الجنة. الرمان فاكهة مفيدة جدا وله الكثير من الفوائد، منها يعزز نضارة البشرة، يحتوي على مضادات الأكسدة، يعيق نمو الخلايا السرطانية، يساعد على تحسين الذاكرة، مفيد للمزاج، مفيد لصحة الجهاز الهضمي، مضاد للالتهابات، يحمي القلب، يخفض الكوليسترول، يحفز حرق دهون الجسم، يعزز صحة الأسنان والفم، يقي من فقر الدم، يحتوي على الفيتامينات والمعادن، يخفف من اضطرابات التنفس، يعالج الالتهابات. نعم أحبائي المشاهدين، وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول في حق الرمان: عليكم بالرمان فكلوه بشحمه، فإنه دباغ المعدة، يعني إذا تأكل رمان أكله بشحمة عزيزي، وما من حبة تقع في جوف رجل إلا أنارت قلبه وخرست شيطان الوسوسة 40 يوم. 40 يوم حبة واحدة إذا توقع بجوف الإنسان راح تخرس الشيطان 40 يوم. نسأل الله لكم السلامة دائما وأبدا وقبول الطاعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.